تعلن الحكومة الجزائرية زيادة في الأجور ليستقبلها الشارع الجزائري الذي انتظر اتخاذ مثل هذه الإجراءات تخفيفا للعبء الثقيل جراء تراجع القدرة الشرائية. مواطنون آخرون يجدون في تسقيف أسعار السلع الواسعة الاستهلاك حلا عمليا للحد من تراجع القدرة الشرائية. الإشكال يكمن بأنه هو دراسة الأسعار دراسة الأسعار المقننة بالنسبة للسوق، ثانيا دراسة الأجور بصفة منتظمة، وإقرار القطاعات بما أن أهل القطاع العمومي هو المعني أو القطاع العمومي والخاص، وهذه الزيادات زيادة في أجور المواطنين. أول شيء حنا نطلبوا استقرار الأسعار، لأنه بدون استقرار الأسعار ما تكون زيادات. دونك أنت يا حاجة دير 20,000 وتزيد لي في الشهرية وبعدها تولي 30,000، شغل ما درنا والو. أول حاجة استقرار الأسعار. وعلى غرار زيادة الأجور تتخذ الحكومة تدابير أخرى كحماية استقرار سعر العملة الوطنية ومحاربة ظاهرة المضاربة. هناك طبعا حماية بالنسبة للدينار الوطني بمنظومات متعددة، سواء بالنسبة للقوانين المرتبطة بالإثمار، سواء بالبنوك، سواء بكثير من الأمور، إصلاحات أو تشريعات مهمة جدا. هذا من شأنه طبعا تعطي قيمة أكثر للدينار، وهذا مهم جدا، لأنه لما يثبت قيمة الدينار أو لما ترتفع قيمة الدينار معناتها القدرة الشرائية تحافظ عليها. وكان قد أعلن رئيس الجمهورية عن رفع نسبة الأجور لتبلغ 47% في نهاية 2023 وبداية 2024. مستوى التضخم في الجزائر تقريبا هالسنة 9%، ولكن هناك إجراءات فيما يخص الزيادة الأجور راح تكون سنة 23 وسنة 24 لمرتين، وكانت من قبل طبعا زيادات مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، طبعا بالرقم الإسلالي، طبعا بضريبة على كذلك الأجور. وحسب إعلان الحكومة سيكون دفع الرواتب الجديدة في مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من شهر يناير. على غرار رفع الأجور يطالب مواطنون بتسقيف أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وذلك لحماية القدرة الشرائية. من الجزائر سارة بانا اليوم.